أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. في إطار الحملة الأمنية واسعة النطاق التي تنفذها وحدات وزارة الداخلية منذ يومين بولاية صفاقس، تم فجر اليوم إخلاء ساحة رباط المدينة بمنطقة باب الجبل والنافورة الكبيرة التي تتوسط المفترق من المهاجرين غير النظاميين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء الذين يتجمعون بالمكان منذ ما يزيد عن شهرين كاملين. وأفاد معتمد صفاقس المدينة خليل العكروتي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الحملات لا زالت متواصلة، حيث سيتم إخلاء ساحة حديقة الأم والطفل بباب الجبلية التي لا تزال تعرف تواجدا عشوائيا للمهاجرين خاصة الجالية السودانية. ويشار إلى أن المواطنين بصفاقس أطلقوا نداءات متكررة للصلة العمومية وعبر وسائل الإعلام للمطالبة بوضع حد للتدفق الكبير للمهاجرين بشكل عشوائي وإيجاد حلول للمظاهر السلبية التي رافقته على المستوى البيئي والصحي والاجتماعي والإنساني الصعب الذي أفرزه التدفق الكبير للآلاف من المهاجرين بشكل يومي ومستمر دون أن يرافقه تأثير من الدولة والمنظمات. كما سجلت الجهة في الأسابيع الماضية اشتباكات بين المهاجرين والمتساكنين بالإضافة إلى حالات عنف وجرائم قتل هي الآن محل تتبع قضائي في محاكم الجهة. أسفرت عمليات الإغاثة للفريق التونسي بليبيا عن انتشال 23 جثة ومعاينة وإسعاف 100 شخص بالمستشفى الميدانية، وفق ما أورده المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته الرسمية على الفيسبوك. وأشار المتحدث باسم الحماية المدنية إلى أن الطاقم الطبي التونسي الذي تحول إلى ليبيا ضمن فريق البحث والإنقاذ التونسي يتكون من 3 أطباء حماية مدنية وتجهيزات طبية فضلا عن مستشفى ميداني. اللي صار في درنا خلى الناس تتلاحم لأن الجرح أو الألام الشيء اللي حدث في درنا هذا تألم كل الناس، فما من الغرب ليبيا إلى الجنوب ليبيا إلى شرق ليبيا كلها تألمت، كلها تبكي في بيوتها. يظل العامل الإنساني هو الأعلى قيمة وهو اللي يجمع ويربط ما بين كل الليبيين، وما شاهدناه حقيقة من جمع للتبرعات سواء المالية أو العينية لسكان الجبل الأخضر والمدن المنكوبة كان شيء مأهول جدا. بالنسبة لفيضان درنا بقدر ما هو مأساة لليبيين، لكن لمسنا فيه اللحمة الوطنية للليبيين وطيبة الليبيين، وضربوا أعلى الأمثال في التكاتف والأخوة ومد يد العون. وأعلنت الأمم المتحدة عن ارتفاع حصيلة قتل الفيضانات الكارثية في مدينة درنا بشرق ليبيا إلى 11300 شخص. وأضاف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 1100 شخص آخرين ما زالوا في عداد المفقودين، مشيرا إلى أنه في أماكن أخرى بشرق ليبيا خارج درنا أودت الفيضانات بحياة 170 شخصا إضافيا. ويأتي هذا القرار بعد أن قال مدير مركز مكافحة الأمراض في ليبيا إن هناك نقصاً في الكوادر الطبية التي تعالج مصابي السيول في المدن المتضررة. هذا وكانت التشققات قد ظهرت عام 1998، حيث كلفت السلطات الليبية شركة استشارية إيطالية بتقييم الأضرار التي لحقت سدين. وأكدت عند قطيع الأبقار ينتشر مرض السل بنسبة 30% وفق تصريحات سابقة لعميد الأطباء البياطرة أحمد رجب، الذي أكد أن هذا المرض الخطير الذي يستوجب القضاء عليه من طرف الدولة لا ينحصر عند الأبقار فقط، بل إن عدواه تصل إلى الإنسان، ما يخلق مخاوف على صحة المواطنين في تونس وعلى أمننا الغذائي. داء السل هو داء خطير، مرض خاضع إلى تراتيب. مش معناه مرض خاضع إلى تراتيب، معناه مرض بالقانون يلزم تطهيره من طرف الدولة. علاش يلزم نطهر القطيع من السل؟ أولا للمحافظة على الصحة الحيوانية، ثانيا للمحافظة على صحة الإنسان، خطر مرض معدي وينتقل من الحيوان إلى الإنسان، وثالثا للمحافظة على أمن الغذائي، خطر نعرف كان قطيع مصاب ما ثماش إنتاج ونتمسو في أمن الغذائي كسواء حليب ولا لحم ولا مشتقات أخرى. السل كما قلنا هو مرض خطير، ثم السل الرئوي والسل خارج الرئة. السل الرئوي هو اللي يصيب الرئة
عادة ينتقل بين البشر من إنسان إلى إنسان. سل خارج الرئة هو 80% منه جاي من الحيوانات. هذه دراسة عملتها المنظمة العالمية للصحة سنة 2013 وسنة 2019 وأثبتت بأن السل خارج الرئة اللي يصيب الغدد العقد اللمفاوية ما يعرف بالعامية الولاسيس 80% منه لدى البشر هو من أصل حيواني. طرق العدوى خاصة عند استهلاك الحليب ومشتقات الحليب وهنا نأكد الغير معقمة. كيف ينجم ينتقل مباشرة عند التعامل مع حيوان مريض عبر اللمس أو التنفس؟ طرق الوقاية يلزمنا نستعمل الحليب المراقب. عميد الأطباء البياطرة أكد أن المس من صحة القطيعة يصنف في خانة الإرهاب البيولوجي، داعياً الدولة إلى ضرورة الإيفاء بتعهداتها والقيام بدورها في حماية الأمن الغذائي والصحي للمواطن، وذلك عبر تطهير القطيع من الأمراض الخاضعة للتراتيب. ولذا دور الدولة مهم جداً في تطهير القطيع من الأمراض الخاضعة للتراتيب اللي ذكرنا منهم السل ثم أمراض أخرى. ويلزم إرادة سياسية كبيرة. علاش؟ خاطر باش تطهر القطيع من السل يلزمك موارد مادية وموارد بشرية. علاش الموارد هذه يلزمها تكون موجودة؟ كما ذكرنا في القانون يلزمنا نطهر القطيع من السل باش نحمو القطيع وباش نحمو المواطن اللي هنا في حسب علمي الصحة في الدستور حق لكل مواطن تونسي وباش نحمو أمن الغذائي. وهنا ثم لوم كبير على المسؤولين اللي يقولوا لباس ومعنا شيء، أنا نسميهم هذون ناس تبيض في الإرهاب البيولوجي اللي هو غير مقبول. خاطر ما ننسوش اللي أن على الدولة تتكلف مواطن يمرض تتكلف تكاليف كبيرة، وهو في تونس على الأقل عندنا 800 حالة، على الأقل 800 حالة سنويا. وهنا نجو رأي الوقاية خير من العلاج. علاش؟ نأكدوا على الوقاية باش نحمو مواطنينا ونحمو أمننا الغذائي ونحمو قطيعنا. وفي انتظار التحرك في اتجاه القضاء على هذا المرض، ينصح المختصون التونسيون بشراء اللحوم من المسالخ المراقبة وعدم استهلاك الحليب غير المعقم، إذ أن البعض من الأبقار يمكن أن تكون مصابة دون ظهور أعراض عليها، ولكن الجرثومة تنتقل إلى الحليب. تزامناً مع العودة المدرسية، تجد العديد من العائلات بالمناطق الريفية النائية صعوبات في تأمين الأدوات المدرسية لأبنائهم، خاصة مع ارتفاع التكاليف، وهو ما دفع الجمعيات الخيرية بزغوان لتقديم المساعدات لفائدة هذه العائلات وتأمين الحد الأدنى من الضروريات حتى يتمكنوا من العودة المدرسية في أفضل الظروف. نشاط يتمثل في نشاط موسمي كالعودة المدرسية وموضوع الساعة. احنا السنه الفارطه وزعنا 133 معناها ادوات مدرسيه، 133 تلميذ، وعندنا زاد الانشطه الموسميه قفه رمضان السنه وزعنا 631 قفه. علوش العيد زاد الاخوان مشكورين، قمنا بتوزيع ما يقارب 15 خروف و30 عائله مكناها من كميات من لحم الضأن. وزاد في رمضان زاد دأبة الجمعية باش في ختان أبناء العائلات المعوزة، سنة وقع ختان 16 طفل من أبناء العائلات المعوزة. المنتفعون بهذه المساعدات من العائلات المعوزة يواجهون ظروفا اجتماعية صعبة تزداد تعميقا مع العودة المدرسية واضطرارهم إلى شراء الأدوات التي تكلفهم الكثير. لزمة كبيرة، تعبين أولادنا، تعبين في القراية، إلا ما الجمعية دي الفضل الله والربي عاونوا فيه، بنوا لي دار عاونوا فيه، قروا لي في أولادي، عاونوا فيه على القراية، عاونوا فيه على ملازمة رمضان. كما حكيت لكم بنتي قروا لي فيها كما يقولوا فيها الجمعية. كي نزيد نعاود الحديث، راجلي متوفى، نجري على ثلاثة صغار بعشرة ألف نهار نختم نهار لا. أمورنا في سغاس تقرب تيجي يمكن ثم يجي 300 ولا 400 بيت لا ضوء لا سكنة لا ثم شيء. واحد من الناس عندي بيت أربعة على ثلاثة السقف من فوق معناه يمشي فيه الوزغ يمشي فوق منه يمشي فوق منه. عندي أربعة صغار يقرأوا معوني حتى حد. أنا إنسان عمل ثلاثة عمليات على رجلي، نسمى كأني معاق، حتى إنسان موقف معايا هي تشكو من ضيق معناها
ضيق الحاجة وضيق المكان. احنا مكان ما عندناش مقر، احنا مشكورين في احد الجوامع الخيان ما اللي تقيمين عليه مكننا من بيت انا نتشاركوا فيها معهم. عندنا احد الخيرين مشكور مكننا من 75 متر مربع، نأملوا باش نبنيوها ان شاء الله، نعملوا كما ذكرت اني فن باش معناها احد رجال الاعمال حتى كعملية استشعار ولا معناها لوجه الله ولا رحمة والديه يعاوننا في بناء. هي التكلفة متاحة حسب تقديرات السيد المهندس المعماري في حوالي 70,000 دينار. تحاول العديد من الجمعيات الخيرية بالمناطق الريفية النائية سواء في زغوان أو غيرها من مناطق الجمهورية مع كل مناسبة دينية أو وطنية هامة التدخل لمعاضدة مجهودات الدولة في الإحاطة بعدد كبير من العائلات المعوزة.